وللحديث أكثر عن أبعاد وتداعيات لغم السفينة الراسية في ميناء أم قصر ينضم إلينا الدكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي عبر الهاتف من عمان. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا، أسعد الله مساءكم بكل خير. أسعد الله مساءك دكتور. لم يتمكن الخبراء العراقيون من معالجة اللغم البحري الذي اكتشف أسفل سفينة شحن نفط في ميناء أم قصر، إلى ما تشير أصابع الاتهام برأيكم ونحن على مقربة من الذكرى الأولى لمقتل قاسم سليماني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين سيدنا محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يكون هذا العام عام أمن وأمان على بلدنا وعلى أمتنا وعلى العالم أجمع، وأن يكف عنا البلاء والوباء وتكالب الأعداء. ومن ضمن تكالب الأعداء ما نراه على أرض العراق من تكالب ما بين أتباع إيران الذين يريدون أن يفرضوا كل شيء حتى على الحكومة اللي هي تابعة لإيران بالنهاية، ويريدون أن يفرضوا ما تريده إيران لمصلحة إيران أولا وأخيرا. وهذا الأمر لو تتبعنا المسار الإجرامي للميليشيات الإيرانية نجد بكل بساطة أنها تنفذ تنفيذ مباشر ما يطلب منها من الجانب الإيراني. وأعتقد أن هذا اللغم هو أحد هذه الركائز التي أريد منها تحذير ما يسمى بين هلالين الحكومة العراقية من الاستمرار بالتعاقد مع شركة دايو للميناء المزعوم المتعاقد عليه والمختلف عليه من قبل الميليشيات ومن قبل ما يسمى الحكومة، واغتيال مدير الشركة في البصرة بحجة الانتحار هي أكبر دليل. وهناك أطراف أخرى ربما تكون مستفيدة من هذا، لا تريد البصرة أن يكون فيها ميناء عملاق يخدم الحركة الملاحية في العراق. ونعتقد أنه ربما تتشابك الإرادات وتتفق الآراء على تعطيل هذا المنشأ الذي لم يبدأ بعد حقيقة، ولكن على ما كان عليه سابقا أعتقد أنه كل الأصابع الاتهام تشير إلى الجانب الإيراني الذي هو متمرس في هذا المجال. طيب إلى أي مدى يمكن ربط حادث اللغم البحري في ميناء أم قصر مع التهديدات المستمرة من القيادات العسكرية والميليشياوية في كل من طهران وبغداد؟ أنا أعتقد أنه هذا بعلاقة وثيقة، لأنه لو تتبعنا الحدث لوجدنا أن هذه السفينة سفينة ليبيرية مملوكة أو مؤجرة من قبل شركة سومو، والمعروف أن الألغام البحرية لا تلتصق بهذه الطريقة المحكمة التي عرضت على مقاطع للفيديو، إذن هي مثبتة بفعل فاعل، وهذا الفعل يراد منه عمل واضح الأهداف. والسؤال أين كان طاقم السفينة؟ هل هناك يد للميليشيات في مع هذا الطاقم اللي موجود على السفينة؟ الأسئلة كثيرة حقيقة، لكن لا يمكن أن يكون عمل غير مرسوم وغير مخطط له. دائما نحن في تحليل نسأل من المستفيد، فلو دققنا في الإجابة من المستفيد في هذا الأمر نجد أكثر من طرف يستفيد في هذا المجال. ولكن الصراع المحتدم ما بين أتباع إيران وميليشياتها والتي هي الدولة العميقة في العراق التي فرضت إرادتها العسكرية حتى على الجيش وعلى ما تسمى الحكومة، الآن تريد أن تفرض الاقتصاد التي تراه إيران مناسبا لمصلحة إيران، لأنه احنا طيب الطريقة الاحترافية التي وضع بها الطريقة الاحترافية التي وضع بها هذا اللغم البحري والتي تتشابه كثيرا مع الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط بالقرب من مضيق هرمز، هل تملك الميليشيات هذه القدرات الاحترافية برأيكم؟ وإذا كانت الإجابة بلا، فإذا من يملك هذه القدرات؟ الميليشيات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ارتباط مباشر وتستعين بالخبرات الإيرانية بشكل دائم ومستمر، هذا ليس سرا.
والميليشيات لن تخفيه ولن تنكره. فإذا أي عمل يراد منه هذه الاحترافية الكبيرة في هذا العمل، أعتقد أنه تحت إشراف وتدريب الحرس الثوري الإيراني والاستخبارات الإيرانية، لأنه المطلوب هو إيصال رسالة إلى الجانب الحكومة العراقية، عليها أن تذعن لما تريده هذه الميليشيات وما تحقق مصلحة إيران أولا وأخيرا في هذا الاتفاق الذي نشب حقيقة على لا شيء، لأنه اتضح لنا من خلال الاتفاق الذي أعلن مع الشركة الكورية. طبعا أنت تعرف أنه الميناء الذي تعاقدت عليه ما تسمى الحكومة العراقية مع شركة دايو قد يكون فيه نواقص كثيرة، ولكن الأمر يجب أن يتم، إذا كان هناك خلل في العقد الكوري يجب أن يتم مناقشته خلال مجلس الوزراء والجهات المتخصصة، لا عن طريق الميليشيات. الميليشيات ما دخل هذه الميليشيات وقيادات العسكرية في هذا الأمر الذي هو أمر فني بالنتيجة. نعم هو أمر اقتصادي أولا وأخيرا، ولكن حتى لو افترضنا أنه هذا الأمر اقتصادي فالميليشيات ليس لها دخل في رسم اقتصاد البلد، وهناك حكومة هم نصبوها على العراق وهي تأتمر بأوامرهم. إذا نحن نشهد نظام لا دولة في العراق، والذي لم يأتمن أحد على شيء، حتى المؤسسات الحكومية قد تكون عرضة للتخريب نتيجة تهديد الميليشياوي من هذا الطرف أو ذاك. وهذا واقع فعليا عندما قامت الميليشيات باستعراض عسكري شبه انقلاب داخل بغداد، وهي تابعة لما يسمى بالمجلس القائد العام للقوات المسلحة، وترفع الأسلحة بوجه الدولة. إذن أين هي الدولة بمعناها الحقيقي؟ لكن الأمر الآن بدأت الأمور تكون أكثر جدية، خاصة بأن هناك إشارات بأن هناك أسلحة تدخل من إيران إلى العراق خلال الفترة الماضية مستغلة الاحتقان ما بين الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل الإعلامي، وما بين إيران وما تريده إيران وما تصرح به المسؤولين إيران بأن أتباعها في العراق على تم الاستعداد لمواجهة أي اعتداء على إيران. إذن إيران تدفع بكل ما تملك من قوة بأتباعها لأن يكون هم الكماشة النار في بلدانهم بدلا عن إيران، وهم حقيقة أن هذه الميليشيات أسست لهذا الغرض، فلهذا تؤدي هذه المهمة بكل ما يملى عليها من الجانب الإيراني. الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك.